لسه مكملين مع اخبارنا الحصريه، ودخل الانجولي جيرالدو لاعب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي في حسابات مسؤولين نادي انفي عشان يتعاقدوا معاه مع بدايه الموسم الجديد. استقر مسؤولين نادي انفي على الدخول في مفاوضات رسميه خلال الفتره اللي جايه مع مسؤولين النادي الاهلي عشان يعرفوا موقفهم وطلباتهم الماليه مقابل طبعا التنازل عن خدمات جيرالدو. حلمي طولان المدير الفني لانفي طلب التعاقد مع لاعب النادي الاهلي استعدادا للموسم الجديد.